واحد من اهم العناصر الهجوميه في فرقه غزه المحله، واشتغلت مع سيف الجزيري، واشتغلت مع او هم اشتغلوا، سيف الجزيري اشتغل معاك ومصطفى محمد اشتغل معاك برضه. بتشوف ايه الفرق بين مصطفى محمد وبين سيف الجزيري؟ لا بص، هم الاثنين وتقييمك ايه لمشوار سيف الجزيري مع نادي الزمالك حتى الان؟ سيف من لعيبه كويسه قوي قوي يعني. انا حتى اول ما جه معانا في طنطا كان قلقان، وفي يوم لقيته بيبكي يعني. فانا فيها سيف يعني عارف، فقعدت طمنت وقلت له انت هنا في وسط اخواتك وبيتك واهلك وما تشغلش. كان ايه يعني عشان لسه لسه جاي والدنيا مش واخد على اجواء يعني. فلقيته بيعيط لوحده كده يعني. فرحت كلمته وقعدت اهزر معاه، وبقيت اخلي اللعيبه اللي هم ما تسيبوهوش يعني. حاولوا تقعدوا تهزروا معاه وتكلموا معاه عشان ايه يحس، وهو فعلا اتاقلم معانا بسرعه يعني. ولكن هو لعيب مميز جدا بصراحه يعني، سيف من اللعيبه الجميله يعني. شايف انه يقدر يحل محل مصطفى محمد في فرقه نادي الزمالك؟ طبعا. هو مصطفى محمد لعيب كويس وكل حاجه، بس سيف لعيب برضه حاجه جميله في الكوره يعني. سيف ممكن يجيب جون في اي وقت. وفي اوقات انت يعني سيف ممكن يغفلك كمدافع وتقول ان هو مش هياخد الكوره دي، وممكن تلاقيه في ثانيه سبرنت عنده الانطلاقه ديت وجابها جون، او عملها ببوز جزمه، او يعني في ثانيه يغفلك في ثانيه. وفيرود عارف بيتحرك ازاي، عارف امتى يروح المكان الصح بتاعه. نفس الكلام برضو محمد، مصطفى محمد برضو نوعيه لعيب هداف كويس، بيتمركز كويس في ال 18، قوي ما شاء الله. مصطفى قوي، بيحب يعني. مصطفى كان يجي مثلا بعد كل تدريب كان يقول لي تعالى كابتن نشتغل، كنت لازم كل تمرين نشتغل انا وهو كورسات عشان يلعب. بيحب الحاجات قوي دي، ومش عايز يطلع من الملعب يعني. شغل فردي وتخصصي. لازم تشتغل معاه فردي على طول لازم. كنت مع ان هو يمشي من نادي الزمالك في قبل بدايه الموسم، او يعني في الفتره اللي مشي فيها، ولا مع نهايه الموسم؟ بص، هي الفرصه بتيجي مره واحده. بس انا كنت انا مع اللي هو يروح يحترف يعني. مرة مصطفى عنده امكانيات كويسه ولازم يطلعها ولازم ياخد الفرصه بتاعه كده. لكن انا شايف ان مصطفى ممكن يبقى حاجة كبيرة جدا يعني. وان شاء الله يعني الفترة الجاية. انا عارف ان مصطفى اولا هو لعيب عندي يعني، وبيحب ان هو يبقى عنده ارادة في شغله يعني. بتشوف مين افضل فيرود في مصر دلوقتي يا كابتن خالد؟ حاليا انا شايف محمد شريف. محمد شريف. ومين الاسماء الواعدة، مين الفراودة المميزين الواعدين الصغيرين، انت شايف ان دول على المدى البعيد هيبقوا انا هقول لك يعني على حاجة المصر. ممكن تقول لي، بص لك حاجة، انا بحب حسام حسن جدا اللي راح الاهلي. حسام كنت انا اتملي ايه يعني، اتكلم اقول ده ما بيروحش منتخب ليه؟ وده لازم يلعب يروح منتخب. ما شاء الله حسام عنده امكانيات كويسة جدا، سواء بيلعب بدماغه او بيلعب برجله الاثنين كويس جدا، بيفرق في كل هداف وقوي وكل حاجه. انت كمدرب تحب النوعيه دي. هقول لك على فيرو كمان ومش واخد حظه خالص. نصر اسمه نصر منسي. نصر منسي فيرو جامد جدا. والله العظيم انا من الفراوده اللي انا بحبها جدا وبعشق طريقه لعبه. لعيب جامد ولعيب هداف وبيجيب جوان بدماغه، حاجه يعني تفرح يعني. طبعا سيف الجزيري من نوعيه برضو لعيب كويس. بن شرقي برضو نوعيه لعيب من اللي بتحبه في الملعب. شكله ستايله وادائه الجميل السلس في الملعب وحاجه